Samia. ايه سامية؟ انت لسه فاكر سامية؟ الاكل برد والشمع قرب ينطفي والفرحة خلاص انتهت، ما كملت السهر ليه مع الناس اللي انت كنت قاعد معاهم؟ والله يا سامية غصب عني، شوية منتجين ومخرجين حبوا يحتفلوا بيا عشان الجوائز اللي انا خدتها يعني، فالقعدة طولت. غير كده في قناة فضائية صورت معايا، ان شاء الله هتتذاع بعد بكرة. والانسانة اللي قاعدة مستنياك وقفت في المطبخ ساعات تعملك كل اصناف الاكل اللي انت بتحبها، نسيتها؟ نسيت ان انا اكتر واحده ممكن تفرح لك في يوم زي ده؟ يا ساميه ما انا قلت لك غصب عني، انا ما كانش في دماغي سهر خالص. الجماعه اصحابي دول خدوني بربطه المعلم كده وطلعنا على الجربون. مش هو ده بقى المكان اللي حضرتك كنت بتسهر فيه قبل ما نتجوز؟ مش هو ده المكان اللي بتصرف فيه كل فلوسك على شله المقاطيع اللي هناك؟ يا ساميه يا حبيبتي انا بقول لك النهارده ما صرفتش حاجه، انا كنت معزوم عشان الجواز اللي انا خدتها. بس انت وعدتني وحلفت بحياتي ان انت مش هتخش المكان ده تاني، اكيد حياتي ملهاش اي قيمه عندك. يا سامي يا حبيبتي فهميني. من فضلك انا مش هقبل اي اعتذارات، لو عايز تاكل سخن الاكل وكل، ويا ريت ما تزعجنيش عشان عندي محاضرات بكره بدري. ولا على ايه؟ نام براحتك وانا هنام هنا في الريسبشن، هدخل اجيب بطانيه. استني بس يا ساميه. من فضلك ما تلمسنيش. والله العظيم دي حاجه عجيبه جدا، ايه الجنان الرسم اللي انا فيه ده؟ نام انت يا ست جوه في اوضه النوم وانا هترزع هنا على الكنبه، تعيشه تقصر العمر. ما انا كنت عازب وعايش براحتي في البيت، قاعد بخرج بدخل بعمل كل حاجه زي ما انا عايز، اروح اتجوز مدرسي الجامعه، تمشي لي البيت بجدول، انا اللي دبست نفسي التدبيسه السودا دي. من فضلك وطي صوتك، لان الجيران اللي حوالينا فاهمين ان في البيت ده ناس محترمين. يعني قصدك ايه؟ قصدك ان انا مش محترم ولا ايه؟ جوزك مش محترم يا هانم؟ ماشي، خش وقفلي على نفسك بالمفتاح زي كل مره، هو ده اللي انت بتعمليه؟ هو ده اللي انتوا بتعلموه للطلبه في الجامعه؟